قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تقصر الصلاة في مطار الرياض؟ الله، هذا يرجع إلى المطار نفسه، هل هو داخل البلد ولا خارج البلد؟ إذا كان خارج البلد نعم تقصر فيه الصلاة، إذا كان داخل البلد لا، أنك ما فارقت عامر البلد ولا فارقت البنيان. فليظهر لي أن الرياض الآن داخل البنيان، تجاوزه البنيان. نعم.